السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا بسكويت بالشوكلت، بس مختلف عن أي نوع بسكويت تاني عملناه. ولادنا بيحبوه وزي اللي احنا بنشتريه من بره، ان شاء الله يعجبكم. مقاديره بسيطة، انا معايا 2.5 كوباية دقيق، معايا 1.25 كوباية سكر، معايا 0.5 كوباية زيت، معايا 2 بيضة، معلقتين زبدة طرية كبار، معلقة بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، وهنحط رشة ملح على الدقيق بتاعنا. بس لما نيجي ايه نستخدمه عشان ممكن ماخدش كمية الدقيق ايه كلها، هنستخدم الخلاط بتاعنا. هقول بسم الله، هروح حاطه البيض، البيضتين بتوعي اهمت، وهحط السكر، وهحط الزيت، احط الفانيليا، تمام كده، واروح حاطه الزبده الطريه بتاعتي اهي، تمام، بس احس الزبده، وهحط كل المكونات دي، هضربها في الخلاط، وبعدين هاجي احطها على الدقيق وهوريكم بنعمل ايه بعد كده. هاتلكوا حبايبي بعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا كلها اهي، شايفينها، ننزلها كلها في الطبق بتاعنا اللي احنا هنعجن فيه البسكويت بتاعنا اهو. كده كل الخليط عندي اهو نزل، تمام كده. هبتدي بقى احط شويه دقيق. بعد ما حطيت شويه دقيق هروح حاطه معلقه البيكنج باودر بتاعتي، وهحط رشه الملح، رشه ملح ايه بسيطه مش كتير كده، وهبتدي اقلب المكونات بتاعتي اهي. ان شاء الله يكون مكوناته بسيطه وسهله. عارفين احنا بنحب نعمل الحاجات السهله اللي ما بتاخدش في ايدينا وقت اهو. ده ما فيهوش خميره ومش هيستنى ولا اي حاجه، يعني هنشكله على طول، تمام. انا بس هفضل ايه احط الدقيق شويه بشويه، وما 2.5 كوباية، مش هقدر احط المقدار كله مره واحده عشان احنا قلنا ايه، احنا ما نعرفش ايه نوعيه الدقيق اللي احنا ايه شغالين بيها. ابتدي بقى ايه هعجن بايديا كده لغاية ما العجينة عندي تتنام، وكل ما يعني احط الدقيق شوية بشوية، وكل ما احس ان هي محتاجة من 2.5 كوباية دقيق هروح حاطها اهو. هحط 2.5 كوباية كلهم، انتوا طبعا ممكن على حسب نوعية الدقيق بتاعتكم شوفوا هتقعدوا ايه قد ايه. اهو حبايبي انا لميت العجينة بتاعتي، انا شايفه ان هي كده محتاجه عجين، قصدي محتاجه دقيق، فانا هعمل ايه، هروح جايبه 1 كوباية دقيق برضو هزود، ادي الكوبايه جنبي اهي، هروح مزوده شويه بشويه، مش هحطها كلها لغايه بس ما اشوف العجينه تتلم معايا. برضو انتوا كذلك يعني تحطوا مبدئيا 2.5 كوباية دقيق، بصوا هي داخله ان هي ايه تتلم معايا اهي، احط برضو شويه كمان عشان اعرف ايه اشكلها. الدقيق ده محدش بيقدر يتحكم فيه علشان بيختلف، ممكن برضو المحل اللي انا بجيب منه ممكن بيغير النوعيه غير النوعيه اللي انا ببقى مثلا متعوده عليها، علشان كده بيختلف معايا ايه في العجن. هي ابتدت تتلم معايا اهي اهي كده، عايزه شويه دقيق كمان اهو. كده تمام، العجينة بتاعتي تمام اهي، شايفينها مبتلزقش في الايد اهي، واقدر اشكلها بسهولة، تمام كده. يبقى احنا خدنا
ثلاث كوبايات ونص، الا معلقه، الا حبه صغيرين يعني، نقول ثلاث كوبايات ونص مبدئيا. هجيب الصاج بتاعي وفي ورق زبده وهنشوف هنشكلها ازاي. اهو حبايبي، بعد ما خلصنا العجينه انا جهزت كيس سندوتشات، فتحته حطيته اهو علشان افرد عليه العجينه بتاعتي، وهاخد جزء من العجينه اهو واروح حطها كده. هفردها كده من الشبه بتاعتي، ما تبقاش رقيقه يعني، سمك تخين شويه. وباي كوبايه او اي حاجه او قطاعه عندك اروح عامله كده اهو كده بالشكل ده، هشيل الزيادات دي كده. انا عندي الصاج بتاعي مجهزاه اللي انا هحط فيه البسكوت بتاعي، هطلع واحده واحده كده اهي، بس بالراحه عشان هو طبعا ناعم اهو، هحطه كده اهو، وهعمل كل الكميه بتاعتي بالشكل ده، وبعدين هرجع لكم اما ادخلها الفرن هوريها لكم شكلها عامل ازاي. انا خلصت الكميه بتاعتي يا حبايبي، وجبت شوكه وعملت لها شكل كده، سبت واحده بس اعملها قدامكم اي شكل كده بالشوكه بتاعتها اهي كده اهي اهو كده. احنا مشغلين الفرن بتاعنا على 180، ان شاء الله 10 دقايق ربع ساعه مش هيغيب، مجرد ما الظهر بتاعه يستوي هنطلعه، الوش بتاعه ما بيحمرش، وما يتطلعه ان شاء الله هوريكم شكله عامل ازاي، نحطه في الشوكه ازاي. قلت لكم حبايبي بعد ما البسكوت بتاعي طلعته من الفرن، شايفين السوا بتاعه بيبقى عامل ازاي، بيبقى ابيض من فوق وبيبقى من تحت كده تمام اهو. احنا هنعمل ايه، انا مسيحه الشوكليت بتاعتي، حطها في كيس وفتح لها فتحه صغيره كده اهي، هروح جايه كده هقول بسم الله، عامله كده حتى الشوكليت بتاعتي في النص، يا رب تكون واضح اهي، واروح لازقه التانية عليها كده اهو بالشكل ده تمام كده اهو. هعمل كل الكميه بتاعتي بالشكل ده اهو كده، هرجع لكم وهندوقه مع بعض بعد ما ايه يخلص ان شاء الله. اهو حبايب البسكويت بتاعنا بعد ما حطينا فيه الشوكليت ولزقناه في بعضه، شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي، شايفين الشوكليت جواه اهي، لزقوا في بعض الاتنين اهمت، نشوف الطعم بتاعه اهو. طعم حكاية طبعا. طعمه لذيذ جدا، ما كنتش عارفه اتكلم عشان كان البسكوت في بقي، وخفيف وسهل، مكوناته بسيطه، ممكن نعمله كده ياكلوه في رمضان بعد الفطار، حاجه بسيطه وسهله متوفره موجوده عندنا في البيت. بتمنى تجربوه، مستنيه تعليقاتكم الجميله، واللي مش مشارك عندي يتفضل يشترك ويفعل الجرس. وده كان البسكوت بالشوكولاتة من مطبخ أم باسل، واشوفكم على ألف خير ان شاء الله في حاجة سهلة وسريعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.